أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في اليوم على الحرة. هذا الجزء الأخير من برنامجنا ونخصصه لمتابعة القضية المتفاعلة وهي القرصنة الإلكترونية وتقليد البضائع وتداعيات هذه المرة في الإمارات العربية المتحدة. ومن المعلوم مشاهدينا أن الإمارات ودول الخليج بشكل عام بتعد من أكثر الدول اللي بتعاني من هذه المشكلة، وبالرغم من كل الجهود الحثيثة لوضع حد لتلك الجريمة التي يصعب تعقبها. وأيضا طبعا يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الخبير والمدرس في الجامعة الأمريكية في دبي الدكتور هشام الزبداني. مزبوط قلتها؟ الزبداني. الزبداني. وكذلك أيضا زميلنا أيهم القاسم يلي بده يتعقب هاتف أحمد النجار. يعني كمان استلمتونا أيهم. كمان أيهم أنت خبير بهذا الميدان، ميدان القرصنة. مرحب فيك معنا أول مرة بالاستوديو اليوم على الحرة. أهلا فيك دكتور. يعني خلينا نناقش الملف وهو القرصنة. تكلمنا عن القرصنة، شفنا القرصنة بالشرق الأوسط عموما، ولكن نتحدث عن الإمارات الآن. لماذا تزداد القرصنة في الإمارات؟ يعني هو القرصنة متزايدة بشكل مستمر بكل العالم، ليس فقط طبعاً في الإمارات يعني، بس هو السبب الرئيسي هو قلة التوعية. فإذا يعني المستخدم الإنترنت إذا كان ليس محمي فهذا يعني يعرضه للاختراق يعني، والقراصنة موجودون يعني. ف يعني التوعية هي الأساس، توعية المستخدم كيفية استعمال الحاسوب، خاصة الذين يملكون يعني شبكة لاسلكية يعني الواي فاي، يعني تجدها في المقاهي، في البيوت، في الجامعات، في المدارس. فإذا كانت ليست مشفرة ايضا يعني الكراسنة يمكن ان يدخلوا الى الشبكه ويستطيعوا ان يعني هي اسهل في الواي فاي، اسهل في اللاسلكي، اسهل بكثير اجل. لانها طيب مفتوحه يعني، لانها مفتوحه. طيب الهاكر، حتى كلمه هاكر معناها مشاغبه او شطاره او بالمعناها بالانجليزي يعني. دي شطاره ولا جريمه يعني؟ بتعد، هل بتاخذ انها جريمه؟ هو يعني انا اريد ان اصلح او اصحح مفهوم كلمه هاكر. الهاكر هو الشخص الذي يستمتع باستكشاف طرق عمل النظم والبرامج يعني ليحصل على افضل النتائج. يعني مشغل. وهو لا، وهو شيء يعني جيد يعني، لانه يخدمنا بالنهايه. بينما اذا كانت النيه الاستيلاء والتخريب هنا يصبح كراكر وليس هاكر. يعني معناها انه هي جريمه، انه بياخذ معلومات عندما تصبح لهدف الاستيلاء والسرقه والتخريب. أيوة. تصبح جريمه. طيب يعني حكينا كثير عن شو مسبباتها وانتشارها وارتفاع وكل هالمواضيع، كيف ممكن الشخص يحمي نفسه من القرصنه؟ يعني طرق الحمايه كثيره، منها التوعيه وهي اساس الحمايه. هلا اذا كان يعني لمستخدمي الجهاز او البرامج يجب ان يستخدموا كلمات سر قويه، يعني بدل ما استخدم مثلا كلمه سر من 6 أحرف استخدم كلمه سر من 12 حرف، استخدم حروف ارقام وحروف خاصه مثل السيمبلز يعني. هذه يعني تقوي كلمه السر. أشفر الشبكة المنزلية الواي فاي، هكذا نمنع القراصنة من الدخول ويعني قراءة أو استطاعة التوصل إلى كلمات السر أو المعلومات التي أستخدمها من خلال هذه الشبكة. يعني قلنا التوعية لحماية الشبكة، يعني استخدام برامج الحماية من الفيروسات الأنتي فايروس، هذه مهمة جدا، لأن طريقة من القرصنة وشراؤها مش قرصنتها. شراؤها اجل يعني، ليس في ناس بتقرصن صحيح حتى الانتي فايروس بتستعمله صحيح او شراؤها منسوخه او غير مسجل. كل البرامج ضد القرصنه دي بتنفع يعني؟ في كثير بيقول لك حطيت طبعاً البرنامج طبعا ولسه بيجي لي تروجن هورس يعني، يعني سمي لي انت ترجمها لي باللغه صحيح. طيب صحيح، تروجن هورس يعني هو بنعرف القصه حصان طروادة يلي استخدموا الحصان ليخبوا الاشخاص جوا فترجموها هم لاستعمالها بالكمبيوتر. فهو عباره عن ملف بالنسبه للمستخدم هو ملف عادي كصوره او ملف اكسل او وورد يعني، بس في داخل الملف ملف اخر اللي هو المتنكر بزي الملف الخارجي لكي يستطيع القرصان او الهاكر انه يفتح ابواب والبرنامج ده المفروض انه هو بيحميه يعني. صحيح، فالانتي فايروس هنا يعني طيب اذا ابقيته ابديتد يعني ساعتها ممكن يكشف يقدر يعمل شغله يعني. طيب خلينا نشكرك سيد هشام،
عايز انتقل لاي ايهم ايهم انت رحت عملت جوله في مكتب حمايه الملكيه الفكريه بجمارك دبي. جمارك دبي صحيح. ايه ليه رحت هناك؟ اشمعنى؟ بدايه لانه دوله الامارات العربيه المتحده وبالتحديد مدينه دبي هي نشطه اقتصاديا فتكثر فيها مثل هذه الحالات. بالفعل صورنا تقرير منذ بضع ساعات، خلينا نتابع هذا التقرير ثم نعود ونناقش هذا الموضوع.